مرحبا متابعي ومشاهدي قناة The Future. في هذه الحلقة الاستثنائية من نوعها رح نوجه بعض الاستفسارات للدكتورة منار عن المراحل غير المنتهية الرابع والخامس، أي مرحلة ما قبل السادس طبعا، ورح نوجه إلها اللقاء هذا والكاميرا إلها طبعا نشكرك على جهودك وعلى وقتك الثمين وعلى هذه الاستضافة الرائعة. طبعا شكر مقدم لقناة The Future، إن شاء الله دون التألق والإبداع وإن شاء الله التوفيق لكافة الطلبة المتابعين لهذه القناة، وشكر مقدم لك على هذه الاستضافة الرائعة. طبعا أول شيء حابة أن نسأل سؤال كل الطلاب يسألوه الجدد والقدماء، من يمنار أو بالأحرى شنو هي هذا القناة The Future؟ شنو الهدف؟ طبعا قناة The Future هي قناة مهمة لتوصيل أفكار الطلاب اللي تعرفين نوعا ما، مثلا الأستاذ يشرح في مادة معينة يجد الطالب صعوبة بتلقي هذا الفكر. سو من أني بديت هذا القناة بمرحلة المتوسط أتذكر بديتها بشرح موضوع بسيط عن الأسس، يعني شفت يعني تلقي كثير من الطلبة إقبال كثير عليها، فمن هنا بدأت إنه شفت إنه الأفكار توصل بسلاسة. سأل أحد الطلاب وممكن هو ببال كل طالب، التفوق هل هو السر وراء المعدل بمرحلة السادس؟ هل لازم طلع معدل توب وفول أوبشن من حتى الرابع والخامس على مود أني يعني توب راح أطلع من الأوائل مرحلة السادس؟ صراحة ولا يعني ما أقولكم لا فد نوب ولا أقولكم إيه لا، أوكي؟ بس شنو الشيء المهم؟ إنه أنتوا لازم صح؟ يعني أنتوا يعني لازم الطالب يكون عنده أساس قوي مرحلة الرابع والخامس، مو شرط يحصل على معدل توب. يعني إحنا نعرف إنه مرحلة الرابع والخامس مراحل مهمة جدا من ناحية الأساس، من ناحية أساس الرياضيات، أساس العربي، الإنجليزي كذلك. فمو شرط إنه الطالب طلع معدل الرابع والخامس طلع معدل الثالث. ويدور ببال الكثير من الطلبة هو أحول أهلي لو أقبل صراحة هذا الشيء أثر طبعاً لأنه أنت تعرف كطالب رابع أو خامس تعرف أنت مؤهلات مدرستك، تعرف مؤهلات مدرسينك، يعني فإذا كانوا مدرسينك المدرسة مو قد السادس فروح أنت دور مدرسة زينة، روح دور مدرس زين. لكن إذا مدرستك زينة ومخرجة قبلك يعني فالخطأ مو بمدرسين، الخطأ بيك أنت أو بالطلاب. لذلك يعني ما اقول انه هذا اهلي الحكومي، فانا اعرف اكو طلاب اهلي فعلا يعني طلعوا معدل، واكو طلاب حكومي طلعين معدل، فمو شرط ابدا، مو شرط متميزين واختبار ذكاء، هذا ابدا ما له علاقه طبعا ابدا. يعني هو افضل مدرسين على اليوتيوب، شنو اجابتك؟ وكل ما تجيني هذا السؤال على كافه مواقع السوشيال ميديا منار شنو يا أستاذ زين؟ ماكو أستاذ زين، حتى لو أنت تسألني هسه عن الأساتذة الزينين بمرحلة الساعة التشريح من أقرأ قوم، كل دكتور يشرح الملاحظة ممكن تفيدني، فأنت فقط اللي أعتقد اسم الموضوع وتشوف هذا الأستاذ، فقط موضوع معين على السماع 10 دقائق، 10 دقائق، دقيقتين، أوكي دقيقتين، يشوفه أستاذ زين يسألها أحد الطلبة هو يعني شنو أقرب العطلة تحديداً مرحلة العطلة اللي تمتد 6 أشهر 4 أشهر طبعاً بمراحل الرابع والخامس؟ خلينا نحكي مرحلة الرابع. صراحة هو الرابع أهم فقرة في دروس العربي، بالضبط العربي والإنجليزي. تمام مرحلة الخامس. مرحلة الخامس لازم نحكي مرحلة الخامس أهم فقرة أنت تفهم تحب تسمع أصلاً ما أقدر أحدده، بس أهم فقرة ركزي على فصل المشتقات لأنه ممكن يجيب التكرار والتفاعل. تمام؟ من ناحية العطلة مال الخامس أهم فقرة إنه أنت بغض النظر عن خصوص المدرسين لازم تفهمني العربي، أنت عندك فاهم العربي، ما أقصد العدد ومواضيع العربي، لكن تفهم الأساس، يا هو فاعل، يا هو فعلي، يا هو خبر، يا هو كذا، وتفهم الرياضيات يعني أساسيات قسمة، ضرب، جمع، هاي أهم فقرة. قيل وقال كلام الناس، قيل وقال. شوف كلام الناس ما يقدم من آخر، بس مو معناه إحنا ما نستمع لهم، إحنا نستمع للناس نشوف هذا الكلام اللي هو يقولين هذا كلام صحيح علينا يحكي لو مو وقت صحيح، صحيح إحنا هيك لو مو صحيح، إذا مو صحيح نبدأ بخلاص نهائيا، يعني أنتوا تعرفون نفسكم، الله دا يشوفكم همينة. فإذا
صحيح الكلام شوي حاول تغيروا من نفسكم. ثانيا انتوا اسمعوهم مو اسمعوهم، اسمعوا الكلام الناس لكن لا تردون ابدا، لا تحجون يا ما انا انجرحت ويا ما سمعت كلام. صحيح فعلا ويأذي ومن انا ما طلعين معدل، من انا انت كذا وانت كذا، بس بالاخير ما حجت ابد، كنت اتألم صح كنت ابكي، بس الله يحمي رب العالمين اقول له يا ربي ساعدني يا ربي خليني اتقوى يا ربي. فبالاخير انه خلي معدلك يتكلم، تفهمني؟ خلي معدلك يحكي مو انت بتحكي. ترى صار هلا قام جادلهم وكذا بعدين ما طلع. بالنسبه لمرحله الادبي احنا متاسفين لكن ما راح نتكلم عن تاريخ وجغرافيا لان انتم ادرى بيها، الدكتوره ما تقدر تعطيكم المراحل الحفظيه اكثر وشنو الاشياء الضروريه، لكن احنا راح نروجش ولو لا ولو بس راح نسالك عن الاحياء في مرحله العلمي تحديدا. ولو انت متكلمه عن هذا الشيء طبعا دكتوره لبرفون لقناتها ذا فيوتشر على اليوتيوب متكلمه بخصوص كثير مواد واشياء اساسيه الملازم ومراجعه المركزه، لكن تحديدا بهذا الفيديو راح نركز عن بعض النصائح تكون السطحيه تقريبا نوعا ما تعتبر الدليل انكم ان شاء الله بتفوقكم بمرحله السادس. تفضلي دكتوره تكلمينا عن الاحياء بشكل موجز. يعني الاحياء صراحه ماده ضخمه وماده تحتاج تركيز، فيعني الطالب انا وياكم مرحله الرابع والخامس الاحياء مزعجه مو حلو، لكن ما حد يصير كلش راح تحبوه ما عدا النباتات طبعا. الاحياء هو حلو بس يحتاج له فهم، يعني انت اذا احياء ما تفهم الشيء يحتاج لك شويه تدريب عليه، ادرسها بالعطلة. الأحياء اللي تدرسها بالعطلة حاول تدرسها يكون بفهم، يعني تحديدا الأفصل الوراثة تدرسها زين، ما يحتاج تعلم راسب ومؤهلاتي ما تسمح أطلع معدل، ظروفي ما تسمح. شو توجهين صراحة لازم نكون أقوى من كل الظروف، هاي الفقرة لازم ننتبه عليها انه مهما كان ظروف الشخص لازم يكون اقوى منها. طبعا احنا ظروف مختلفة وكل طالب له ظروفه الخاصة، بس هذا قبل شوية قلت علي انه سر التفوق هو بس بالمعدل ولا بالدرجات، مو معناه انه هذا ظروفه صعبة طلع معدل وهذا ما عنده شيء وما طلع معدل والعكس صحيح، ما كلش منطق ابدا. الطالب يتفوق بدراسته ويذكر انه اكو فوقه رب العالمين هو اللي يشوفه، تمام؟ فانت ارضي ضميرك الدراسي، تمام؟ ومرحلة الرابع والخامس فقط هي اساسيات ومؤهلات لمرحلة السادس. فلازم ننتبه على هاي الفقرة جدا مهمة، بانه مرحلة جدا مصيرة. الله يعطيك الخشب. شلون صرتي قوية باللغة الانجليزية ولغتك الافضل طبعا، وتعلمتي لغات بعدها؟ شلون صرتي قوية طبعا بالمادة مال المنهج؟ وكذلك شوية نحاول نطلع برا عن شلون تعلمتي وراء سر الاكسنت مانج. اوه الانجلش عروض عليك، يعني the best language of the world. اللغة الانجليزية لغة كلش حلوة، فسر تعلم اي شيء، سر حب اي شيء، سر اتقان اي شيء هو حب هاي الشغلة. من تحب شغلة معينة راح تبدع فيها. سو الانجليزي كثير احبه لانه هو لغة ثقافة، لغة حلوة، تفيدك بشغلك بمهنتك ومستقبلك، تفيدك بكل شيء. منهجيا اللغة الإنجليزية كلش سهلة، ما حد يسألك ما في أي شيء. مو مهم أنت تتحدث اللغة الإنجليزية حاليا، الأهم أنت تضبط الكتاب كل وثانية ما يجيب شيء خارج الكتاب، يعني كله نفس الكلمات تجي، فقط ركز على كلمة ما تعرف مترجمهم. وأسهل لغة هي طبعا من ناحية اللغة شلون تتعلمها والسائل اكو فيديو بالقناة كلش حلو، ماذا بالتفصيل بقناتها على اليوتيوب عن المواد بالتفصيل وكل فيديو لكل مادة. لكن احنا فقط ناخذ بعض النصائح، يعني طلاب غاديين طبعا ويعني الفيزياء، وبنفس الوقت اسألش عن كلامي في الكيمياء، وبنفس الوقت كذلك اسألك همينة عن الملازم، اختيار الملازم الصحيحة يا أوربي وباي طلاب. صراحة كلاميات الفيزياء او الفيزياء بشكل عام كلش سهلة، بس يحتاج لها شوية فهم. اذا انت طالب تحس نفسك ضعيف بالفيزياء حاول تقرأها بالعطلة مال السادس، يعني قبل السادس تقرأ اول 3 فصول كافي بقية كلها حفظ. والفيزياء فهم صراحة انا قريت على الاستاذ اللي هو نفسه موجود بالقناة مالتي، ما عدا بعض الافصول ما موجودة بي.
أما من ناحية كلامدكيني عن نفسي قريت على الفلسطيني هاشمي ملازمة كانت ممتازة، لكن أنا كنت أقرأ ملزمة كتاب، يعني كنت ألخص أسئلة الملزمة على الكتاب، وبهذا الشكل كنت أقرأ. كنت أقرأ يوتيوب أستاذ نجوان، أستاذ مهندس تزايمي كنت أفهم عليه صراحة، وعندي بعض المواشر حتى بالقناة أيضا. أما من ناحية اختيار الملازم المضبوطة، أفضل حل أعطيك إياه هو أنه أنت تسأل طلاب قبلك، يا بقى هذا فلان استاذ ملزمته كامله من ناحيه الشرحيات، يقول لك ايه كامله، يقول لها هي راح امشي عليها، تمام؟ هاي فقره مهمه حيل، وانت راح تجرب هواي تختار اياها هي صحيحه. طبعا ملازم هوايه وكتب هوايه، فانت حاول تسال الطلاب قبلك، لانه هاي فقره جدا مهمه، تسال الطلاب او مستقبل. هو الخصوصي، طبعا يعني هواي الطلاب ضروري ادخل خصوصي، ويا ما ادخل بها خصوصي. وايضا احد اسئله الطلاب تقول الموبايل، يا موبايل استخدم تحديدا اللي هو ايباد، موبايل عادي، ويا قنوات الاساسيه. صراحه الخصوصي اهم نوع كولومبيا خصوصي، طبعا مو شرط اليوتيوب يكفي ووفي. مرات الطلاب تمل، اكو طلاب متمكنين واكو طلاب يقولون احنا ما نعرف ندرس على اليوتيوب وعلى الانترنت، سندخل خصوصي. المواد الاساسيه هي المراتب، ندخل بها خصوصي احياء، عندك العربي اذا انت تفنن في زنبي، او حتى لو في ضم زنبي ما صرت تقول اخي تكفي. بعد شنو عندنا؟ الفيزياء ماكو داعي صراحه، الكيمياء لها داعي، الرياضيات لها داعي. بعد شنو عندنا مواد؟ فيزياء كيمياء احياء رياضيات. فماكو داعي، يعني اكثر شيء عندكم فيزياء كيمياء وعربي ووراثة، حتى الكيمياء ما يحتاجها انتم يا سلاسين هاشمي وملازمه، فماكو داعي صراحه. بس انا بلفت شغله، الخصوص مو بالاولويه، مو شرط طالب داخل خصوصي معناه هو توب، لا، وتقدر هم انت توازن ما بين الخصوصي وما بين المدرسه، ما بين الخصوصي وما بين الانترنت كذلك. لا تقول تعال سوي جدول، تعال سوي فلان شيء جدول، هو يعتمد على الطالب، كل طالب وله ساعات دراسه مختلفه. ومن ناحيه موبايل اشوفه اساسي وضروري، يعني انا كان موبايل وياي كنت ادرس في تليجرام، في يوتيوب، القنوات المهمه موجوده بقناه ذا فيوتشر. نهايه الحلقه ان شاء الله تكونوا استفدتوا، طبعا احنا ما نريد نودعكم، لكن هذا الوقت اللي يسمع فيه هاي الحلقة. بداية دكتورة واخيرا نحن نحب نشكرك طبعا على استضافتك الرائعة والكريمة وعلى وقتك للاجابة عن الاستفسارات. طبعا بداية واخيرا هي نصائح او نقول كلمتك الاخيرة للطلاب والكامل. مرحلة السادس مرحلة حالها حال اي مرحلة اخرى، مرحلة صح تعتمد على مصير ما بعد السادس، مستقبلك، مهنتك المستقبلية. لكن خلي بالك شغلة، انه كل ما خليت الخوف قدام عيونك كل ما انت وصولك للنجاح كان ضئيل، لانه اصعب شيء يواجه الانسان هو فكرة الخوف اللي بباله، فيخلي الانسان كل شيء خوف بباله، فهذا الشيء نوعا ما ما يساعده انه يوصل اللي يتمناه. فنصيحة لكم انه انتم تتركون الخوف، مرحلة السادس مرحلة حالة حال اي مرحلة، بس تحتاج ذكاء، ما اقول لكم جهد، لان لازم انتم تدرسون بذكاء وليس بجهد، مو والله تحسبوا لي عدد الساعات، تحسبوا لي عدد الايام، وتحسبوا لي عدد الجيد، لا، تحسبوا لي انتم كميه درستوها، اوكي؟ وان شاء الله التوفيق. طبعا وصلنا الى نهايه الحلقه، نشكر الدكتوره طبعا على هذه الاستضافه، ولهنا وصلنا مشاهدينا الكرام على نهايه الحلقه. واذا حبيتوا اللقاء مره اخرى يتجدد مع الدكتوره خبرونا بالتعليقات. رمضان كريم ان شاء الله يعاد عليكم بالصحه والسلامه، اذا حبيتوا هيك حلقات خبرونا طبعا. وبالاخير نشكر متابعتكم وتواصلكم مع القناه باستمرار، نتمنى لكم كل التوفيق وعملي بالسعاده والنجاح ان شاء الله. تقبلوا حياتي المرام، كانت معكم قناه الفيوتشر. رمضان كريم وشكرا على متابعتكم.